السلام عليكم، معكم حمزة من ميزولايت. اليوم غادي نطاقو بروبليم نيميرو 3 تاع بروجيكت اولر. قالك the prime factors of 13195 are 5, 7, 13 and 29. What is the largest prime factor of the number كدا؟ دونك الحاجة الأولى اللي نعرفوها شي على prime number، هي زعما إلا تحصل متعرفش على prime number تروح على جوجل تشوف هنا. الحاجة الأولى غادي تلقى سيرمون ويكيبيديا، راك فاهم، تدرك على ويكيبيديا. بور سور لي ما يفهموش لونجلي ولا لونجلي شوية راه خاصة شوية، ينجم دايما يروح هنا أغوش يشوف هنا بالعربية وكاين فرونسي، كاين كاع اللغات، كاع إلا تبحرت لك خير لي كاين. المهم برايم نمبر هو عدد أولي، شغل عدد طبيعي اللي راح يكون كبير من واحد، غير قابل للقسمة إلا على نفسه وعلى العدد واحد. دونك بار اكزومبل 5 تنجم تقسم على زوج ولا على ثلاثة، تنجم تقسم غير على 5 وواحد، كذلك 7 و 13 و 29 كذلك. ما غاديش تلقى عدد تنجم سمحوا لي تنجم تقسم على 29، كاين غير عدد واحد و 29، هادوك هما البرايم نمبرز. ومن بعد يقول لك برايم فاكتورز، الفاكتور شايلة غادي هنا كي تزيد تهود هنا. هي كشغل كاع الأعداد الطبيعية تنجم كشغل تكتبهم كعوامل تاع برايم نمبرز تاع أعداد أولية. بار اكزومبل 4 عدد طبيعي تنجم تكتبها على 2 فوا 2 كذلك 6. دونك قالك هنا هذا العدد هذا 13000 وشي حاجه نجم تكتبها كعوامل تاع 5 7 13 و 29، وقال لك دركا حوسنا على هاد العوامل تاع هذا العدد الكبير. كيف نديروها هذه؟ الحاجه الاولى اللي نديروها هي كشغل خاطر هذاك عدد كبير نبقى نديفينو التيب تاعنا تايب ديف. ومي غادي نحنا نخدمو غير بالعدد المجابة نستعملو انسايد لونج انت 64، نعطوها اسم خاطش 64 بيت نسمو، و نصنعو فاريابل سموها input هيك، ونعطوه هذاك العدد الكبير هذا. فوالا بعد اش نديرو؟ خاصنا شغل فونكسيون يصنع لنا هذا الاعداد الاوليه. دونك شنو نجمو نديرو؟ نجمو نصنعو فونكسيون سموه is prime number. دونك هذا الفونكسيون غادي يشوف لنا الا زعما كسموه الا العدد هذاك برايم نمبر ولا لا. نعطوه بارامتر انبوت ياك، و قالك في هذاك لاباج قالك راح يكون اكبر من واحد ياك. دونك نديرو هنا اف انبوت اصغر من 2 ريتيرن فالس، ثم قال عدد صغير على زوج مراش عدد اولي. من بعد اش غادي نديرو؟ كاين الاعداد الاوليه كاين غير الرقم 2 لي عدد زوجي واولي ياك، ثم كيما 4 8 10 هادو كاع ماشي اوليه خاطرش تنجم تقسمهم على 2. دونك غادي نديرو حنا سبيسيال كا بور العدد 2. زيد نصنعو فور لوب يبدا اي ايكا 3 و اي اصغر من واحد الحاجه و اي كل خطره نزيدو له زوج هيك سيتاكس ايرور علاه.
قلنا العدد 2 هو العدد الزوجي الوحيد لعدد أولي. بعد موراه يجي عدد 3. هذاك 3 كل خطرة نزيدو زوج باش الحسابات باش الأعداد الزوجية هادو ما قاتلين هادو قاع ما نديروش في الحساب ياك. بعد اش نديرو؟ نديرو إف input قابل القسمة على اي ياك. نقولو له باللي الى هذاك الانبوت قابل القسمة على الاي هذاك نقولو له باللي صاي ما راش عدد اولي. وهنا على فان نقولو باللي صاي لازم فات اللوب هذا سون بروبليم يكون عدد اولي. وهنا راني خليت علامه استفهام باسكو الكوتريه غادي سيو يديروا كيما هكا انبوت ياك. هي صحيح هذا الكسمو صحيح، ولكن كاين واحد القاعده تقول لك اللي تشوف غير في الجذر تاع هذا العدد، حتى هذاك الجذر كي يكونوا زعما كاع ماشي قابل للقسمة صاي عرف باللي هذاك راه عدد اولي. ثم غادي نستعمل الجذر هنا جذر انبوت ولقى نزيدو له واحد خاطرش غادي السي غادي شغل الى يكون عدد زعما الماكسيموم يكون عدد بالفاصلة غادي السي غادي يدوره وغادي بالك يعطيك ريزلتا ماشي مليح. دونك حنا بور لو باش نكونو متاكدين نزيدو له واحد هنا. وبيان سور لقنا الاي دي اي راه يقول لك لقى دير انكلود راك فاهم ماث باش هذاك هو باش الفونكسيون باش نشوفو الى عدد اولي ولا لا. فوالا كذلك دركا غادي نصنعو شغل فيكتور. شنو هو الفيكتور هذا؟ دركا صحاب ال راكم عارفين بلي في السي كاين شغل في السي كي تصنع طابلو اللي يكون فيكس راك فاهم. بصح دروك تخيل الا ماكش باغي زعما طابلو فيكس اري فيكس دونك تستعملو الفيكتور. فيكتور زعما صحاب لي جايين اللي جاي من اصحاب الجافا. جافا زعما تنجم تقول اري ليست. اري ليست حاجه زعما باري كومبارابل باسكو الاري ليست اللي تنجم تزيد لها تنقص لها ديناميك مور فاهم. نصنعو فيكتور فيه برايمز وفي هذا الفيكتور نزيدو له مانيوالمون نزيدو له العدد 2 باسكو هو العدد الزوجي الوحيد لعدد اولي ياك. و بعد اش نديرو؟ نصنعو زعما البرايم نديرو ليميت نصنعو 10 كاع لي برايم نمبرز على عدد اولية تحت 10000. نبداو عند 3 ياك. و عند 3 نقولو اصغر من ليميت ياك. و كا نزيدو له دايما نزيدو له زوج كا بلوس دو ياك. و نشوفو اف از برايم نمبر كا دونك الى العدد كا هداك برايم نمبر نزيدوه للفيكتور تاعنا بوش باك. هي لا حصلت كيف تستعمل الفيكتور غير شوف لوكسيمون دوكيومونطاسيون. دوكيومونطاسيون كاين نقدر واحد يستعمل غير جوجل شويه ويقع. دونك هنا غادي نجينيرو غادي نصنعو كاع لي برايم نمبرز كاع الاعداد الاوليه تحت 10000 ياك. ومين يكون عندنا هذوك لي برايم نمبرز نجمو نديرو شغل كومونتير فاهم. جينيريت اول برايم نمبرز under 10k. وهنا غادي calculate largest prime factor
هنا غادي يصرا الصح. فاهم؟ شنديرو انت جي هي عباك اللي لا ترى هادو كاع ما نعرفش شنخير. دونك نخلط راك فاهم. اصغر من برايمز بون سايز جي كل خطره نزيدو له واحد. فوالا. واش نقولو while input مادام input يكون قابل القسمة على على هذاك العدد برايم ياك نقسموه نقسموه عليه فوالا. وهنا تحت نقولو if input it equal 1 صاير انا زعما لقينا السوليسيون هنا الى كسمو الى لقينا الانبوت هنا صاير لقينا السوليسيون نجمو نصنعو فاريابل هنا انبوت سولي هنا انت سوليسيون نحطوه زيرو هنا الى الانبوت يكون ان سوليسيون نردوه هكا باش نقولو من بعدا نقولو نخرجو من اللوب بريك فوالا لما نافيشو ال سوليشن ياسر بون نعاودو نشوف شنو درنا. قلنا نجينيرو كاع لي برايم نمبرز كاع الأعداد الأولية تحت 10000 ياك من بعد غادي نفوتو على كاع هادوك الأعداد الأولية وهداك العدد الكبير هذا نشوفوه لا قابل القسمة على هذاك على الأعداد هذوك وكل ما يكون قابل القسمة هذاك العدد الكبير هذاك غادي يصغر. دونك راني نستخرجوه في العوامل تاعها نبداو بالعوامل الصغار نقلعوهم 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 حتى نلقاو كي انبوت يكون واحد ثم غادي يسموه برايم هذا العدد الاولي يكون هو الكبير. دونك نافيشو السوليسيون هنا راه يقول لك او ماي هذيك شغل وارنينغ هذه ماشي ايرور مي راه يقول لك باللي الانت هذاك باسكو درنا سوليوشن حطيناه انت قال لك بالك ما ينجمش صغير زعما على او انت هذا صغير درك راح يقلع لنا الوارنينغ نشوفوا كسمو شي راه يدير البروغرام فوالا هذيك هو الريزلتا. بون جيسبر عجبتكم الفيديو والى الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم.